في تطورات الوضع الميداني في العراق، أعلنت القيادة العسكرية هناك عن تحرير المناطق الواقعة شرقي الرمادي وإعادة فتح الطريق العام الذي يربط كبرى مدن الأنبار بالعاصمة بغداد. بعد 6 أيام من المعارك الطاحنة شرقي الرمادي، تمكنت القوات الأمنية اليوم من إكمال تحرير محاور المدينة كافة من سيطرة داعش، بعد تطهيرها منطقة حصيبة وفتح طريقين استراتيجيين، أحدهما يربط الرمادي بقضاء الخالدية والآخر يربطها بالعاصمة بغداد. وأكدت مصادر متطابقة أن القوات المشتبكة مع مسلحي داعش تجنبت إيقاع خسائر في صفوف المدنيين وأخلت الآلاف منهم إلى منطقة الحبانية. هذه الهجمات والانتصارات الكبيرة التي قاطع عمليات الأنبار وتحديدا الرمادي، أنا باعتقادي كانت عملية نوعية وكانت عملية سريعة، مما أدت إلى انهيار صفوف داعش وكذلك فقدان الكثير من قياداتها التي خرجت خارج هذه المناطق. بالمقابل شن مسلحو داعش هجوما صاروخيا على مدينة عامرية الفلوجة، راح ضحيته أكثر من 30 مدنيا بين قتيل وجريح، كما نفذوا تعرضا على أحد ألوية مشاة القوات المشتركة في تقاطع السكريات غربي صلاح الدين. يستعمل هذا التنظيم الإرهابي صواريخ وضرب مناطق بعيدة، خاصة أن القوات الأمنية لا تمتلك تقاطع للصواريخ. أنا أعتقد المرحلة الثانية وهو من انهيار تنظيم داعش تثبت يجب أن تحرر مركز محافظة الفلوجة. حذرت مصادر استخبارية اليوم من إقدام داعش على تنفيذ فصل آخر من فصول حرب المياه بفتح بوابات سدة الفلوجة لإغراق المناطق التي تتمركز فيها القوات الأمنية المتأهبة لاقتحام المدينة. تفاؤل كبير في الشارع العراقي ودعوات لتنفيذ عمليات عسكرية أخرى لا تترك لداعش فرصة التقاط الأنفاس. حيدر جواد لقناة الشارقة، بغداد.